أخبار عديدة ومتنوعة تتداولها الصحف العربية والعالمية، أبرزها تصدر محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي غلاف العدد الجديد من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، وتواجد محمد صلاح مع كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالية، وأنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد الإسبانية، وسيرجيو أوجيرو مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزية، ونيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسية، وذلك مع انطلاق منافسة دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا. وإلى صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية التي كشفت النقاب عن وثيقة جديدة تؤكد علم الجيش الإسرائيلي بموعد حرب أكتوبر عام 1973 في حين تعرضت للهزيمة القاسية. وذكرت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي أفرج عن وثيقة سرية بمناسبة مرور 40 عاما على اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل، حيث تشير الوثيقة التي عنونت بسر للغاية أن رئيس جهاز الموساد خلال حرب أكتوبر أرسل خطابا إلى السكرتير العسكري لرئيسة الوزراء جولدا مائير يؤكد أن الحرب ستندلع مساء السبت الموافق 6 أكتوبر العاشر من رمضان في حين لم تتخذ إسرائيل التدابير اللازمة لذلك. وأوضحت الصحيفة أن الإفراج عن الوثيقة يؤكد أن الجيش المصري لم يخدع تل أبيب وإنما كانت إسرائيل على علم بموعد الحرب. وإلى صحيفة هارتس الإسرائيلية التي نشرت مقال تحت عنوان واشنطن تطرد السفير الفلسطيني، حيث أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية أن السلطات الأمريكية ألغت تأشيرات الإقامة لعائلة رئيس مكتب بعثة المنظمة لدى واشنطن، مشيرة إلى أنها طالبتهم بالمغادرة فورا رغم أن تأشيراتهم سارية حتى عام 2020. وأدانت المنظمة على لسان عضو اللجنة التنفيذية حنان عشراوي الإجراء الأمريكي، وقالت في بيان هذا الأسلوب الانتقامي من قبل الإدارة الأمريكية يدلل على ما وصلت إليه من حقد على فلسطين قيادة وشعبا، ليطال النساء والأطفال الأبرياء. إسراء سعد، الحياة في مصر.